بما يتعلق بالتعداد بالإعجاز العددي، هل هناك شواهد أخرى غير هذه التي ننتظرها؟ هل هناك شواهد أخرى تاريخية بحثت عنها ربما وجدتها تحققت بإعجاز، يعني لم تكن نبوءة ولكن تبين معك أن هناك رقم متعلق فيها بالقرآن الكريم لأحداث ماضية في التاريخ؟ نعم، هناك في الأبحاث نقدم أكثر من ملاحظة تتعلق بفتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 636 ميلادي 15 هجري، وفتح صلاح الدين 1187 ميلادي الموافق 583 هجري. موجود، نعم موجود في الأبحاث ويتكرر، إلى درجة أنه مثلا فتح صلاح الدين محدد باليوم، وهناك على اليوتيوب ما يقرب من ساعة ونصف في الحديث عن فتح صلاح الدين وعلاقته ب 2022. هناك عجائب تتعلق بعلاقة العام المقترح 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري، علاقته بفتح صلاح الدين بشكل مذهل. نعم، لكن الأحداث اللي أنت ذكرتها مولانا هي في أرقام في القرآن تتطابقت مع سنة حدوثها اللي ذكرتها قبل قليل، فتح مكة وفتح القدس مع سيدنا عمر. ماشي، هناك الأمثلة، مش عشرات الأمثلة على هذا. نعم، خليني أعطي مثال واحد. نعم ياريت. أولا يعني من الأمور اللي نتجت من خلال التعامل مع القرآن الكريم، مثلا إذا أخذنا الآية التي ترتيبها في المصحف 361، يعني ابتداء من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، الآية 361 في ترتيب المصحف، هذه الآية لماذا أخذنا الآية 361؟ لأنه 361 هذا هو جمل المسجد الأقصى كما يكتب في المصحف، المسجد الأقصى. طبعا في الجمل هو يعني حساب كل حرف من حروف أبجد هوز له قيمة عددية، كان معروف قبل الإسلام ب 1600 سنة وكان ممارس من قبل العرب، فهو جزء من اللغة العربية عندما نزل القرآن الكريم. فإذا أخذنا الآية 361 التي توافق جمل المسجد الأقصى، تمام، نجد أن جمل هذه الآية يعني مجموع قيم حروف هذه الآية هو 3845، وهذا هو 636 اللي هو فتح عمر زائد 1187 فتح صلاح الدين و 2022. ثم وجدنا انه من بعد قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، الايه الاولى، ثم يبدا الكلام عن النبوءه واتينا موسى الكتاب، اخذنا بعد هذه الايه 361 ايه، يعني ما يوافق جمل المسجد الاقصى، واخذنا 636 ايه ما يوافق فتح عمر بن الخطاب، واخذنا 1187 ايه ما يوافق فتح صلاح الدين، يبقى لآخر المصحف 2022 آية. هي ملاحظات كثيرة جدا لها علاقة بالماضي وعلاقته بالمستقبل المتوقع. جميل. نعم. جميل. طيب. هناك إذن أمثلة كثيرة على هذا الكلام.